درسنا اليوم بعنوان إعراب المضاف إليه، ولكن قبل أن نتعرف على علامات إعراب المضاف إليه، هيا بنا سويا نتعرف على المضاف إليه وصور المضاف إليه وكيف نستخرج المضاف إليه من الجمل. هيا بنا سويا نتعرف ذلك من خلال مجموعة من الأمثلة. لنقرأ سويا: قبض رجال على اللص. كلمة رجال باللون الأحمر كلمة مبهمة نكرة لا توضح ما المقصود بكلمة رجال هنا. تمام، نقرأ المثال الثاني: قرأ الطالب كتاب. أيضا الكلمة باللون الأحمر كلمة كتاب، هنا كلمة مبهمة لا توضح لنا ما نوع هذا الكتاب الذي قرأه الطالب. تمام، نقرأ المثال الثالث: نظمت مدرسة ندوة. أيضا الكلمة التي باللون الأحمر كلمة مدرسة، كلمة مبهمة ليست واضحة، لا توضح لنا ما هي المدرسة أو ما المقصود بالمدرسة هنا التي نظمت ندوة. نأتي إلى الأمثلة على اليسار: قبض رجال الشرطة على اللص. إذن في هذا المثال كلمة الشرطة التي أضفناها على المثال الأول الذي على اليمين، كلمة الشرطة التي أضفناها وضحت كلمة رجال وفسرتها. إذن كلمة الشرطة هنا جاءت لتوضح الكلمة التي سبقتها. تمام، أحسنتم، وتفسرها. أيضا نقرأ في المثال الثاني: قرأ الطالب كتاب القراءة. إذن كلمة القراءة جاءت لتوضح الكلمة التي تسبقها وهي كلمة كتاب. إذن كلمة القراءة جاءت لتوضح وتفسر وتبين الكلمة التي تسبقها. نأتي إلى المثال الثالث: نظمت مدرسة منى ندوة. إذن كلمة منى أيضا جاءت لتوضح الكلمة التي تسبقها. وهذا هو المضاف إليه أحبائي، بل المضاف إليه اسم يذكر ليوضح الاسم الذي يسبقه ويخصصه. إذن المضاف إليه كلمة الشرطة أو القراءة أو منى، جاءت هذه الكلمات لتوضح الاسم الذي سبقها. يبقى كلمة الشرطة وضحت كلمة رجال وخصصتها، وكلمة القراءة أيضا وضحت كلمة كتاب، ومنى أيضا وضحت كلمة مدرسة، مدرسة من أو ما هي المدرسة أو ما المدرسة المقصودة، مدرسة منى. تمام، يبقى إذن هذا هو المضاف إليه. يبقى المضاف إليه هو اسم معرفة يذكر ليوضح الاسم الذي يسبقه ويخصصه. تمام، طيب الاسم الذي يسبقه ما نوعه أو كيف نطلق أو ماذا نطلق عليه؟ نطلق عليه المضاف. إذن المضاف، الجملة تتكون أو التركيب الإضافي يتكون من مضاف ومضاف إليه. المضاف هو اسم نكرة يذكر قبل المضاف إليه. وماذا يكون إعرابه؟ هل يعرب مضافا؟ لا، ولكنه يعرب حسب موقعه في الجملة. إذا جئنا إلى كلمة مدرسة التي هي في هذه الجملة مضاف، نظمت مدرسة، إذن كلمة مدرسة هي مضاف، ولكنها تعرب ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل، أحسنتم. إذن التركيب الإضافي يتكون من المضاف والمضاف إليه. المضاف إليه يعرب مضافا إليه، ولكن المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة. ولكن هي أيضا نتعرف على صور أخرى من صور المضاف إليه، من صور المضاف إليه. أولا يأتي بعد الظرف، ظرف الزمان أو المكان، الاسم الذي يأتي بعده يعرب مضاف إليه. نأتي: وقف المعلم أمام الطلاب. كلمة أمام ظرف مكان، يبقى الطلاب اسم معرفة ذكر بعد الظرف يعرب مضاف إليه. تمام، فوق الكتاب فوق المنضدة ظرف مكان، والمنضدة يبقى جاءت بعد الظرف، يبقى بعد الظرف الاسم الذي يأتي بعد الظرف يعرب مضاف إليه. أحسنتم. اثنان، بعد بعض الكلمات مثل، كل، بعض، جميع، غير، سوى، معظم، وذي. يبقى بعد هذه الكلمات، الكلمات التي تأتي بعد هذه الكلمات تعرب مضاف إليه. أكل الطفل كل الطعام، يبقى إذن كلمة الطعام تعرب ماذا؟ تعرب مضاف إليه. جميل، أحسنت. نأتي إلى ثالثا، نكرة زائد معرفة تكون المعرفة مضاف إليه. يبقى الاسم الأول يكون نكرة، هو الاسم النكرة غير مخصص. أحسنتم، الاسم الذي يأتي بعده المعرفة يخصصه وهو المضاف إليه. ذاكر الطالب درس النحو، يبقى إذن كلمة النحو جاءت تخصص هذا الاسم وتوضحه وتفسره، يبقى إذن هذا مضاف إليه، هذا نكرة وهذا معرفة. هذه من بعض صور المضاف إليه. نأتي إلى إعراب وعلامات إعراب المضاف إليه، نتعرف ذلك من خلال مجموعة أيضا من الأمثلة. المثال الأول: فتح الطالب كتاب النحو. نكرة والمعرفة كلمة النحو فسرت ووضحت الكلمة التي تسبقها، والكلمة
المضاف والنحو مضاف إليه. أحسنتم. نأتي إلى المثال الآخر. علم المعلم أو علم المعلم فكرة الطالب. إذن كلمة الطالب جاءت معرفة، جاءت لتوضح الاسم الذي يسبقها، فكرة الطالب، تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه، إذن الطالب مضاف إليه. أحسنتم. نأتي إلى المثال الآخر. أعجب الطلاب بعرض المعلمين. بماذا أعجب الطلاب؟ بعرض، عرض ماذا؟ ما هو العرض؟ عرض المعلمين. يبقى إذن كلمة المعلمين جاءت لتوضح وتخصص كلمة عرض، وكلمة عرض نكرة والمعلمين معرفة. جميل. كتب الطالب صفات الشخصيات التي درسها. لو قلنا كتب الطالب صفات ثم توقفنا، ما فهمنا ما المقصود بكلمة صفات أو على ما تدل لكلمة صفات. تمام. ولكن كلمة الشخصيات جاءت لتخصص وتوضح كلمة صفات. إذن الشخصيات مضاف إليه، بل التركيب الإضافي المضاف هو صفات والمضاف إليه الشخصيات. أحسنتم. نأتي إلى المثال الآخر. كتب المعلم ملاحظات في كتاب الطالبين. أحسنتم. كلمة الطالبين مضاف إليه. تمام. حب الأوطان فريضة على أبنائها. كلمة الأوطان حب نكرة، الأوطان معرفة. يبقى إذن كما قلنا أن النكرة زائد المعرفة، يبقى إذن ماذا تعرب المعرفة؟ تعرب مضاف إليه. أحسنتم. يبقى من هذه الأمثلة المضاف إليه يكون دائما مجرورا، يبقى المضاف إليه يكون دائما ماذا؟ مجرور. يبقى في هذه الأمثلة إذا تأملنا هذه الأمثلة نجد المضاف إليه مجرور. يبقى كتاب النحوي، النحو مضاف إليه مجرور، وعلامة جره ماذا؟ المفرد مجرور بالكسرة. الطالب مفرد مجرور بالكسرة. المعلمين إذا يجر بالكسرة أو بالياء، يبقى المضاف إليه يجر بماذا؟ بالكسرة أو بالياء. متى يجر بالكسرة؟ يجر بالكسرة إذا كان مفردا، طالب أو جمع تكسير الأوطان. تمام. أو جمع مؤنث سالم الشخصيات. تمام. يبقى جمع المذكر السالم والمثنى هو الذي يجر بالياء، الطالبين. يبقى مضاف إليه مجرور على متجره الياء، المعلمين مضاف إليه مجرور على متجره الياء، هو أنه جمع مذكر سالم. يبقى إذن المضاف إليه يكون دائما مجرورا، يجر بالياء أو بالكسرة، بالياء إذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى، بالكسرة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. نأتي إلى هذا التدريب البسيط لنتعرف أكثر على إعراب المضاف إليه. حدد المضاف والمضاف إليه فيما يلي وأعربهما. نأتي إلى المثال الأول. أرض الوطن عزيزة علينا. من خلال هذا المثال، أرض الوطن عزيزة علينا، لو قلنا أن أرض عزيزة علينا لم نفهم شيئا. كلمة أرض الوطن، كلمة الوطن هنا التي وضحت وخصصت كلمة أرض. ما المقصود بكلمة أرض الوطن؟ أرض الوطن. تمام. يبقى المضاف إليه هنا ماذا؟ الوطن. أحسنتم. يبقى المضاف كلمة أرض، وإعرابها طبعا اسم وجاء في أول الجملة، يعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الوطن مضاف إليه، يبقى الوطن هي الكلمة المضاف إليه، إعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، لأنه مفرد. تمام. أحسنتم. نأتي للمثال الثاني. أحب قراءة القصص. أحب قراءة القصص. يبقى كلمة القصص هي المضاف إليه، وقراءة هي المضاف، يبقى المضاف قراءة، ولكن طبعا تعرب حسب موقعها في الجملة. مفعول به أحب من؟ أحب أنا. أحب ماذا؟ قراءة. يبقى قراءة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. القصص هي المضاف إليه، وإعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع تكسير. أحسنتم. نأتي إلى المثال الآخر. يعاقب القانون كل المخالفين. تمام. كما قلنا من صور المضاف إليه يأتي بعد كل، بعض، جميع، نفس، وسوى، وغير. تمام. يبقى كل هنا الكلمة التي جاءت بعدها تعرف مضاف إليه. يبقى هذا هو المضاف، وهذا هذا هو المضاف إليه، وهذا هو المضاف. يبقى المضاف كل إعرابها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. يعاقب من الذي يعاقب؟ القانون. يبقى القانون فاعل. يعاقب من؟ كل. يبقى كل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. المخالفين مضاف إليه، ويعرب مضاف إليه مجرور علامة جره ماذا هنا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. يبقى وبذلك نكون قد انتهينا من درس علامات إعراب المضاف إليه، وإلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.